الصلصه دي هادي الصلصه خلصت. طب ما تحطي لي شويه مشي. يا ريس يا سيدنا ما تقف قوي وتتكلم عادي لما انا مستني لما واحده زي بتعدين. انا لا زي ولا قد قد ولا يمنع عيني حد يا خفيف. بأمارة ايه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها بطل اسأل بسلام. مالك انا عملت لها حد؟ انا بضحك مع بلدينا ما فيهاش حاجة يا معلمة. الراجل بيضحك معاك ده محلك العيش يا ابن والدي واللي عايز يقرأ يبقى يروح الأراجوز. حاجك علي يا بطل ما زعليش. ماشي عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمل لو عملتها تاني. يا هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل اتنين كشري دوب بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا نعمل ايه؟ هتقول فين القهوه يا ابني؟ من عناسه الكل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف يجروا كده ايه؟ مش راح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكرها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يابا؟ دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. ازاي الحاج مش جاهز؟ يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين. انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها بس الحكومه توافق. اكلم مالك يا مين؟ الحكومه يا اخوانا. احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم انت بتتدلع. انت عايز تشتري القلعة؟ يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت الحياة اللي معايا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين. بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص. وايه ده الحلو؟ ورحمة والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين. ما انت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صل على النبي. اسم المشتري؟ الحاج علي ابو السيد ابن الحاج علي. الحاج علي ابو السيد ابن الحاج علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع. قول لنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونة. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدح اشول. امضي يا شوال. والنبي ابن حلال. امضي يا شوال. هنا يا شوال. هنا لا شوال. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ النوم والقميص. عيب يا جدع انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليا. مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا سلام.
سلام يا صاحبي. انت يا خوليو اصحى. مين؟ كوتش. مرحبا كوتش. ايه العلاج دي كلها؟ مؤاخذة يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكندة، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمة يا حبيبتي. ثانية واحدة اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكاية في العالم ده كله؟ دي ما كفيش كل واحد شام. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع انت، خليها له مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش، ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يالا، شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته وشيل منابع يالا. العينيا ودول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري. لك بالباقي عيش وحلاوه يا خفيف. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعده. العظيم اللي مش حق. ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحة شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ Tomorrow.
ناكل علقه. قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج؟ بركات. بطايقكم. مين فيكم الاسود؟ ده هو سعادة البيت. وبعدين يا حاج؟ ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له اه. قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه. بص. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما كانت عيالك. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ حلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف.